الشيش برك على الأصول، أكلة فيها فن، فيها إحساس، أكلة ولا أشهى ولا أروع. طريقة تحضير هذه الأكلة اللذيذة أصدقائي، نحضر العجينة 3 أكواب طحين زائد ملعقة صغيرة ملح زائد 1.5 كوب ماء فاتر. نضيف ملعقة كبيرة حليب بودرة وملعقتين زيت لزيادة الطراوة بالعجين. نعجن العجينة ونتركها ترتاح حتى تجهيز الحشوة المكونة من بصل ولحم مفرومة وملح وبهارات مشكلة وفلفل أسود ولوز أو صنوبر حسب الرغبة. بعد فرد العجينة نقطعها بواسطة فنجان صغير لأخذ الشكل المميز للعجينة كما نشاهد أمامنا. نشكل العجينة كالخاتم أو الطاقية، ثم نوضع العجينة بصينية مغشوشة بالدقيق ونشويها بشواية الفرن حتى تأخذ لون ذهبي. نحضر 1 كيلو لبن ونضع معه ملعقة نشا كبيرة ونحركه على النار حتى يغلي، ثم نضيف مرقة الدجاج أو اللحم أو الماء المغلي بمقدار 1.5 كوب لكل 1 كيلو لبن عادي. ثم نبدأ بتسقيط عجينة الششبرك المحشية باللبن ونتركها حتى الاستواء تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة حسب حجم القطع، وممكن إضافة الكزبرة والثوم أو الصنوبر المقلي على الوجه حسب الرغبة، وبعد ذلك نقدمها مع الرز ولا أشهى ولا أروع. بالفعل أصدقائي أكلة مميزة خاصة بالشتاء البارد وبكل أوقات السنة. جربوها على طريقة الشيف مرعي وأعطوني رأيكم. تحياتي.